السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. الفيديو لهذا اليوم راح يكون المواصفات الكاملة لمعالج هواوي الجديد اللي هو الكيرن 980. هذا المعالج اللي تم الكشف عنه في معرض إيفا 2018 في حدث خاص بشركة هواوي، كنا موجودين في هذا الحدث. تم كشف مجموعة أجهزة من ضمنها المعالج الجديد كيرن 980، وأول معالج بالعالم مصنوع بتقنية 7 نانومتر هو معالج هواوي كيرن 980. يحتوي على 8 أنوية، 4 أنوية للأداء العالي و4 أنوية للأداء المعتدل. أيضا يحتوي على وحدة الـ NPU أو الوحدة التحكم العصبية، هذه اللي شفناها لأول مرة في المعالج السابق اللي هو الكيرن 970، لكن هالمرة مزدوج، سابقا كان واحد هسه صار 2. وبالنسبة لمعالج الرسوميات الخاص بمعالج كيرن 980 فهو G76، هذا المعالج أفضل من الجيل السابق اللي كان 72. طبعا نسبة الأداء تحسنت ونسبة السرعة في الجي 76 على الإصدار السابق تقريبا 46%، وفي استهلاك الطاقة هو أفضل بنسبة 178% عن الجيل السابق. هذه بالنسبة لوحدة الرسوميات في المعالج. أيضا معالج كيرن 980 يدعم كات 61، سرعة نقل البيانات توصل لل 1.4 جيجا بت، بالإضافة إلى أن الذاكرة العشوائية الخاصة بالمعالج توصل لل 2133 ميجا هرتز، والفترة اللي احتاجوها بتطوير هذا المعالج تقريبا 3 سنوات، من خلالها صارت محصلة اللي هي معالج كيرن 980. معالج كيرن 980 من ناحية الأداء والسرعة فهو أفضل من الجيل السابق اللي هو 970، أفضل وأسرع بنسبة 20%. أيضا من ناحية توفير الطاقة فهو أفضل بنسبة 40%. كذلك أنظمة تحديد الموقع تحسنت بالمعالج بشكل جدا كبير، صارت تنطي إحصائيات دقيقة وتشتغل في أغلب الأماكن اللي ممكن تكون الإشارة بها ضعيفة. وأما بالنسبة لعدد الترانسسترات في معالج كيرن 980 فهي 6.9 مليار ترانسستر، بينما الجيل السابق اللي هو الكيرن 970 كان يحتوي على 5.5 مليار ترانسستر، تغير كبير جدا. مرحبا أعزائي، وهسه راح نشوف قوة معالج كيرن 980 من ناحية الذكاء الاصطناعي، شنو الشيء اللي يقدر يسوي. عندنا المعالج اللي نشوفه راح نقوم بعملية اختبار للتعرف على مكونات الصور خلال الدقيقة الواحدة، يعني خلال الدقيقة على كم صورة راح يقدر يتعرف. نعيد الاختبار مرة، نبلش ونضغط على ستارت، هنا راح يبدي يتعرف على الصور كلها، فقدر انه يتعرف على 4628 صورة خلال دقيقة واحدة اللي هو معالج كيرن 980. هذه قوة معالج هواوي الجديد، فعلا راح تكون منافس خصوصا مع تقنية تصنيع 7 نانومتر. الصور مثل ما شفتوه انه شلون قدر يتعرف عليها خلال وقت جدا بسيط، تعرف على اكثر من 4600 صورة، راح يعطيك الصور كل صورة وشنو الاختيار مالتها وشنو التفاصيل اللي بيها. خلي اراويكم سوينا الاختبار شنو الصور اللي يتعرف عليها. هذه كل الصور اللي يتعرف عليها، طبعا هو هنا مقلل، يعني خلال الثانية الوحدة هو اتعرف على 200 صورة تقريبا، خلال ثانيتين و60 جزء من الثانية
هذه خلال ثانيتين وستين جزء من الثانية اتعرف على 200 صورة، معناه انه خلال الدقيقة يتعرف على 4617 صورة تقريبا، فشي جدا مميز بالنسبة للمعالج. ونقدر هنا نجرب الايفون اكس، هذا الايفون اكس خليه كم نضغط على ستارت، ايفون اكس راح يتعرف خلال وقت شقد. ننتظر الايفون اكس خلال 18.92 جزء من الثانية تعرف على 200، معناه بالدقيقة تعرف على 634. شوفوا هنا المعالج اتعرف، معالج كيرن 980 اتعرف على 4617، وهنا اتعرف على 600 في جود هواي. ومعالج كيرن 980 قدر انه يتعرف على مكونات الصور المختلفة، تعرف على أكثر من 4500 صورة خلال دقيقة واحدة، فهو أسرع من معالج أبل، بالإضافة أسرع من معالج سناب دراجون 845 حسب الإحصائيات اللي شفناها. وهذه مجموعة اختبارات صارت من ناحية الفريم بالنسبة للجيمز، فنلاحظ تفوق معالج هواوي، لكن تبقى النهاية أنه لازم نجربه. وأول جهاز راح يحتوي على هذا المعالج هو جهاز هواوي الجديد اللي راح يتم إطلاقه في الشهر العاشر 16 أكتوبر اللي هو الماي 20. هذا أول جهاز راح يحتوي على هذا المعالج، وهناك راح نشوف ونجرب الجهاز ونشوف هذه الأرقام بكل التفاصيل وبكل الإحصائيات. وبالنسبة لسرعة نقل البيانات من خلال الواي فاي بواسطة معالج هواوي الجديد كيرن 980، فهي توصل تقريبا 1732 ميجا بت بالثانية. طبعا المعالج يدعم ال 5G، ومن أول المعالجات اللي بالعالم تدعم هذا الشيء، فمثل ما قلت لكم هذه كل المواصفات الخاصة بمعالج هواوي الجديد كيرن 980. إن شاء الله ننتظر الأداء، ننتظر المواصفات فعلا انه هو يستحق هذه الارقام او لا. خليكم متابعين قناتي اول باول، وان شاء الله راح اعطيكم كل التفاصيل. اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار حول المعالج اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسون انه تشتركون بالقناة اذا ما كنتم مشتركين وتفعلون زر الاشعارات. مع السلامة.